خلينا بقى ننتقل لازمه اخرى، وهي ازمه الاهلي مع تعارض مونديال الانديه وكاس العالم. واحنا يمكن انا وكريم برضو ذكرنا ده الاسبوع اللي فات، لكن ذكرناه بشكل سريع. لكن امبارح بقى ارسلت اداره النادي خطاب للاتحاد المصري لكره القدم بتطلب فيه اطلاع الاتحاد بمسؤولياته والعمل على حل المشكله اللي بتواجه المنتخب الوطني عندما يشارك في بطوله الامم الافريقيه بالكاميرون، ده في الفتره ما بين 9 يناير ل 6 فبراير 2022. كذلك فريق الأهلي عندما يخوض فعاليات كأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 حتى 12 فبراير القادم. وتبين منذ فترة تعارض مواعيد البطولتين، الأمر اللي بيترتب عليه عدم قدرة المنتخب الوطني على الاستعانة بلاعبي الأهلي الدوليين في كأس الأمم، أو فقدان فريق الأهلي عددا كبيرا من لاعبيه أعضاء الفريق القومي عندما يشارك في كأس العالم للأندية. ده بالإضافة أو ده غير أن الأهلي هيفقد أيضا لاعبيه المحترفين اللي بيشاركوا في منتخباتهم أو منتخب بلادهم، زي عندنا المغرب ومالي في كاس الامم وتونس كمان. كمان الاتحاد الدولي لكره القدم مفروض هيحدد مواعيد نهائيه بقى لاستلام قوائم الفرق المشاركه في مونديال الانديه. فيعني فعلا مشكله كبيره جدا ومحتاجين حل، وحل سريع عشان نبقى عارفين برضو الجداول هتمشي ازاي. ف وبعدين متكرره يا نهاوند، لا لشيء غير لان الاهلي قدروا ان هو يشارك في كل البطولات، ولاعيبه النادي الاهلي لازم تلاقي ان هي القوام الرئيسي في المنتخب المصري. هي معضله فعلا للنادي الاهلي. طب بالمناسبه برضو خلينا نكمل مع حضراتكم بيان النادي الاهلي. بحسب ما جاء في خطاب الاهلي انه سبق انه قام بمخاطبه اتحاد الكره منذ فتره طويله للعمل على حل هذه المشكله وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص سواء للمنتخب الوطني او للنادي الاهلي، لكن لم يتلقى النادي اي ردود ايجابيه من اتحاد الكره حتى تاريخه. واضاف الاهلي في خطابه انه على مدار تاريخه دائما ما يكون داعما لكافه المنتخبات الوطنيه في كل المناسبات سواء كانت وديه او رسميه، ولم يتعلل يوما بلوائح الفيفا اللي بتنظم استدعاء اللاعبين الدوليين للمنتخبات، لكن الاهلي في هذه البطوله في حاجه شديده لكل لاعبيه عندما يواجه ابطال القارات في مونديال الانديه، لا سيما انه يخوض هذا المعترك الكروي وهو يعتز بوطنيته وبتمثيله لبلاده، بل تمثيل قاره افريقيا باكملها. واكد النادي الاهلي في خطابه انه بيثق بان اتحاد الكره سيكون داعما ومساندا له مثلما يدعم كل الانديه التي تمثل مصر في كافه المحافل القاريه، وبيتطلع للتحرك الفوري لايجاد حلول واقعيه تمنح النادي الاهلي احقيته في الاستعانه بكل لاعبين. على كل حال اكيد هنتابع الملف ده مع حضراتكم، ولما يجد جديد فيه اكيد هنطلع ونتكلم فيه، مش بس في 10 الصبح في الاهلي، على قناه الاهلي في العموم.